يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك من رجلين، وفي رواية: يعجب من رجلين. مما يعجب الله؟ مما يضحك الله جل جلاله؟ قال: رجل قام من فراشه ووطائه في ليلة باردة، وقد قام من فراشه، ترك لذته، ترك دفئه، ترك فراشه، ترك راحته، فقام فتوضأ ثم صلى، فيقول الله وهو العالم به: ماذا يريد هذا الرجل أن يصنع؟ فتقول الملائكة: يا رب، يرجو ما عندك من الجنة، يرجو ما عندك ويخاف مما عندك. فيقول الرحمن الرحيم: أشهدكم أني أعطيته ما يرجو وأمنته مما يحذر.